علشان نعيش مع حضراتكم تفاصيل اكتر ونشوف طبعا يعني الصدى بتاعت فوز فريق سموحه داخل نادي سموحه. هيكون معانا دلوقتي رئيس نادي سموحه هو الباشمهندس فرج عامر. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس، صباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك وبشكرك جدا على كلامك الجميل ده، وطبعا شيء جميل وشيء اسعدنا ان احنا طبعا فزنا على شقيقنا نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 2-0، وكانت المباراه يعني مباراه حماسيه بشكل كبير جدا، وكانت خططيه بشكل كبير جدا. اتحاد فرقه ممتازه وعندهم اداره فنيه على مستوى عالي واداره كمان ممتازه، لكن طبعا الرياضه في الملعب احنا قدرنا نلعب يعني بخطه. الكابتن احمد تاني كان حاطط خطه، وعندنا لاعبين صغيرين كل مدى ما بيتحسن ادائهم وبيتجلسوا اكتر، ولعبوا مباراه ممتازه. وحسام حسن يعني احرز الهدف الاول بطريقه فنيه جميله جدا، والحمد لله برضو ان احنا استغلينا اندفاع الاتحاد السكندري في الشوط الثاني، ومن خلال هجمه مرتده قدرنا ان احنا نحرز الهدف الثاني. صحيح. طبعا انا بشكر كل يعني طبعا اللاعبين، بشكر الجهاز الفني، وبقول مبروك لكل اعضاء سموحه، وبقول هارد لك للاتحاد السكندري. باشمهندس فرج، عايزة أروح مع حضرتك للتفاصيل اللي بيمر بيها فريق سموحة. يعني يمكن نكون شفنا أنه فريق سموحة ماشي بخطة ثابتة، بعد كده تعرض لبعض زي ما حضرتك يعني شفت وتابعت معانا هزة بسيطة، وكان ليا لقاء معاك عبر الهاتف أيضا وقلت لي أنا مش راضي عن أداء الفريق وأنه لازم يكون في وقفة. عايز أعرف من حضرتك الوقفة كانت عبارة عن إيه علشان نشوف فريق سموحة بيرجع مرة تانية بيمشي على خطة ثابتة ويبتدي يستعيد نغمة الانتصارات. والله أنا اتكلمت طبعا مع اللاعبين في حضور الكابتن أحمد سامي، وقلت لهم طبعا الاداء اللي انتم بتادوه ده مش اداء يعني مش اداء حماسي، واداء لا يليق بيكم ولا يليق بنادي سموحه ولا يليق بينا. فاذا انتم استمرتوا على هذا الاداء انتم كده بتضيعوا مستقبلكم، مش هيكون لكم اي مستقبل. فانتم يعني انتم النهارده في مكان كويس، وفرقه دايما تحت الاضواء، واحنا دايما بننافس ودايما بندخل المربع الذهبي وبنكون فرقه منافسه وفرقه قويه، لكن الوضع اللي انتم عملتوه هينتظركم مصير مش كويس، لان النادي هيستغنى عنكم وتروحوا تلعبوا بقى درجه ثانيه ودرجه ثالثه. صحيح. مستقبلكم يضيع، فاحنا مش هنسكت ومش هنرضى هذا الكلام. طبعا. هنطبق عليكم نظام الثواب والعقاب. اكيد. لو انتوا هتشتغلوا بقى شغل موظفين احنا هنتعامل معاكم بنفس الطريقه. انما انتوا مش هتاخدوا مرتباتكم وفلوسكم واحنا بنبذل قصارى جهودنا وتأدوا الاداء ده. ده كان قبل الماتش اللي هم كسبوا بعد كده 3 مباريات ورا بعض. صحيح، لان حضرتك كان يعني كنت شايف من وجهه نظرك انه كابتن احمد سامي غير مقصر بالمره مع اللعيبه. لا لا، هو احمد سامي راجل نشيط ومخلص وراجل امين في عمله وبيبذل قصارى جهده، ده حقيقه. لكن انا كنت شايف ان في تقصير كبير جدا من جانب اللعيبه. وزائد برضو ان بعض اللاعبين بقى عندهم انت بيتهم حاله غرور، واخد ده بالك، وافتكروا بقى ان هم يعني نجوم، فطبعا الكلام ده ما ينفعش، كل واحد يقوم بعمله. طبعا طبعا. فده اللي عمل اللي كان. وانا برضو قبل الماتش بتاع امبارح طبعا هو زد شاب زد، يعني مش عايز اتكلم عن المباراه يعني، لكن امبارح برضو قبل المباراه انا اتكلمت مع الكابتن احمد سامي ووصلت رساله للاعبين، قلت لهم النهارده دي مباراه فاصله، تو بي اور نوت تو بي، تبقى او لا تبقى. صحيح. فبس كل الفرق نفسها مفتوحة يا باشمهندس على كل الفرق نفسها مفتوحة على إفريقيا، خصوصا في ظل أنه لسه يعني رابطة الأندية ما حددتش أو ما نوهتش عن أن الأمور هيتم حسمها إزاي من جانب الاتحاد الإفريقي، هيتم الاختيار على أي أساس. فهل نقدر نقول أن ده مدي دفعة معنوية في حديث حضرتك مع اللعيبة أن دلوقتي حاليا سموحة في المركز الخامس؟ هل نقدر نقول أنه فريق سموحة متارجت أو حاطط هدف أنه هو يكون متواجد وبيشارك في البطولات الإفريقية الموسم القادم؟ هو إحنا وضعنا الطبيعي بالرغم أن إحنا من أقل الميزانيات الأندية ان احنا نكون في المربع الذهبي، لكن يعني طبعا في ماتشات بيبقى فيها ظروف. يعني مش عايز اتكلم على ماتش الاسماعيلي وماتش الزد، مش عايز اتكلم لان طبعا مش عايز اتكلم، لكن احنا هنعمل قصارى جهدنا. احنا قبل كده لعبنا في دوري ابطال افريقيا للابطال، وقبل كده لعبنا الكونفدراليه مرتين. صحيح. وادينا شيء جميل،
فانا باخد كل مباراه كمباراه كؤوس. هنعمل خساره جهدنا لكن التوفيق بتاع ربنا. بالتأكيد. هنعمل كل ما نستطيع. يعني احنا في الاساس بنلعب المباريات كانها مباريات كؤوس. هنبذل خساره جهدنا. هل حضرتك بتبذل حاليا نفس المجهود لتحديد الصفقات القادمه في الميركاتو الصيفي القادم؟ لا. باذن الله. لا. ولا لسه بدري شويه؟ لا لسه بدري شويه. احنا مش هنجبر نفسنا بحاجتين، خاصه طبعا كمان لازم اللعيبه يكون عندهم تركيز كبير قوي قوي قوي، لان احنا لو بدانا ندور على لاعبين يعني او نستبدل لاعبين، اللعيبه هيحصل هبوط في المستوى. فاحنا دلوقتي عنا على اللاعبين ومين بيأدي ومين ما بيأديش، وقبل نهايه الموسم احنا هنحدد احنا عايزين ايه وهنمشي بالطريق ده. لكن دلوقتي ان احنا نبتدي نتواصل مع لاعبين ونتكلم مع لاعبين هيأدي طبعا هزه داخل الفريق. المواجهه القادمه ان شاء الله مواجهه مهمه جدا، وايضا طبعاً هنقول ديربي سكندري بشكل وبوجه اخر. مزبوط. فريق فاركو وضعه سيء زي ما حضرتك عارف في المركز ال 16. كويسين قوي الحقيقه، انه يعني نقدر نقول فريق فاركو غير محظوظ الموسم ده تماما. مزبوط. وحاصل هزه كبيره جدا داخل الفريق وغير موفق والنتائج مش في صالحه. هل فريق سموحه هيستعد زي للمباراه؟ وهل ممكن ينتهز الهزه اللي داخل الفريق فاركو علشان يحصل على الثلاث نقاط، ولا ممكن نشوف انتعاشه ورد فعل قويه وامل لسه بيسيطر على فريق فاركو علشان يقدر ان هو يلحق نفسه في مسابقه الدوري؟ هو مباراه فاركو دي ديربي، برضه فاركو في لاعبين ممتازين جدا وفي اداره فنيه على مستوى كبير واداره على مستوى كبير قوي. وطبعا انت عارفه كابتن المباريات لما بتبقى مثلا مباراه اسكندريه كل مباراه منهم مباراه ديربي، مباراه مهمه جدا. وبعدين فاركو فريق عنده امكانيات كبيره، العمليه بس تنظيميه ليس اكثر من ذلك. صحيح. وطبعا اللعيبه هيبقى عندهم حماس جامد جدا، وطبعا صحوه فاركو دي اكيد هتكون في المباراه القادمه. فاي تهاون او اي استهتار او اي خلل احنا نعمله، او اذا اعتقدنا ان احنا قادرين على ان احنا نكسب فاركو بدون ما نكون في احسن حاله ونبذل اقصى مجهود، ده طبعا هيكون عواقبه سيئه. فاللعب مع فريق فاركو يعني مباراه هامه جدا وحساسه جدا، ومباراه ما حدش يقدر يتنبأ بنتيجتها الا في الملعب. صحيح. يعني بنتمنى كل التوفيق يا باشمهندس فرج لفريق سموحه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا، وبنتمنى كل التوفيق لفريق سموحه اللي مقدم اداء جيد جدا الموسم ده الحقيقه، وماشي بخطى ثابته في مسابقه الدوري المصري الممتاز.